ما عندنا دليل، لا قرآن ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول من يعتد بقوله من العلماء. ولذلك هي بدعة. من تقصد 15 رجب بالصيام فقد ابتدع في دين الله. ولذلك كان عمر بن الخطاب يضرب هؤلاء المترجبين الذين يتقصدون الصيام في رجب دون غيره. فبارك الله فيك، هذا يكون من البدع ومن المحدثات.